مرحبا بكم أعزائي المتابعين. درسنا اليوم عن قصة تفيدنا بتعلم طريقة وصف الأشياء من حولنا. I couldn't believe my eyes. لا أستطيع أن أصدق عيناي. هذا هو عنوان القصة. لنقرأها معا. Guess what I saw at 7 o'clock this morning. احذر ماذا رأيت عند الساعة 7 صباحا. When I was walking to school. عندما كنت ذاهبا مشيا إلى المدرسة. On Hassan Street. على شارع حسن. I don't know. Tell me. لا أعرف. أخبرني. I was halfway. كنت بمنتصف الطريق. Along the street. على مدى الشارع. When I saw a huge parade coming towards me. عندما رأيت موكبا ضخما يتجه نحوي. The Russian circus was coming to town. السيرك الروسي كان قادما إلى القرية أو إلى المدينة. First, أولا, there were three white elephants. كان هنالك ثلاث فيلة بيضاء. With two children riding on each of them. مع اثنين من الأطفال يركبون على كل واحد منهم. Then, ثم, there were, كان هنالك, four tall giraffes, ثلاث زرافات طويلة, and each one, وكل واحدة, had one woman rider, تركبها امرأة واحدة. Then, come the clowns, ثم جاء المهرجون, two in a funny car, اثنان بسيارة مضحكة, and three were running behind it, وثلاثة يركضون خلفها. Last of all, وفي النهاية, the two big clear balls, كان هنالك كرتان كبيرتان, each with a clown inside, بكل واحدة يوجد مهرج بداخلها, and one balanced on top, ومهرج يوازنها بالأعلى. So, Kareem, لذا كريم, how many people were there on Hassan Street today? كم شخصا كان هنالك في شارع حسن اليوم؟ Hold on, انتظري. I need time to think, أحتاج وقتا للتفكير. You saw a lot of people, لقد رأيت الكثير من الناس.